مساء الخير. الليلة دي عن واحد من الفنون شديدة الأهمية والتأثير، التأثير السياسي أساسا والتأثير الاجتماعي، وهي من الفنون الحديثة عموما في العالم، يعني ليست قديمة رغم إنها عندنا في مصر قديمة، وهدي المفاجأة يعني اللي احنا واحنا بنعد لهذه الحلقة. هذه الحلقة أقول لكم كده من البداية عن فن الكاريكاتير. فن الكاريكاتير ده فن لسه قايل ان هو فن جديد، يعني عرفته البشرية من عمر اقل من قرنين او ربما قرنين، لكن احنا عرفناه في مصر القديمة، في مصر الحضارة الفرعونية. تصوروا، نعرفه من وقت مصر القديمة، من وقت الحضارة الفرعونية. رسومات المصريين القدماء على جدران المعابد بتقول انه هذا الفن، هذا اهو قدامكم لوحة على الشاشة من هذا الفن، الكاريكاتير بالمعنى اللي احنا يعني حتى الحديث اللي هو بيضخم المعالم ويعمل لها نوع من التشويه الكاريكاتوري اللي هو الهزلي، اللي بي 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 بيوصل فكرة نقدية من خلال المبالغة في الملامح والمفارقة بين المعاني والظواهر وبعضها، خلافها وتناقضها مع بعضها. بالمعنى ده كان موجود عندنا، وشفتوا حضراتكم نموذج لفن الكاريكاتير في مصر القديمة. لكن بمعناه الحديث، عرفته مصر في تاريخها الحديث في التلت الأخير من القرن 19. يعني فن الكاريكاتير ده اللي موجود في الصحف والمجلات ده عرفته مصر في التلت الأخير من القرن 19، وكانت أول مطبوعة تعتمد الرسوم الكاريكاتورية، فضلا عن الكلام الفكاهي يعني الكلام الساخر السخرية، يعني والمصريين بارعين جدا في السخرية، دي سلاحهم التليد القديم لإلهاب ظهور بالنكتة وبالسخرية الظالمين، إلهاب ظهور الظالمين من يظلمونهم بالكاريكاتير. الكاريكاتير فن رسم علاقته وثيقة جدا، زي ما ضيفنا الليلة دي هنكلمه، هو ضيف لما هقول لكم اسمه دلوقتي حاجة قامة هائلة يعني كبيرة جدا، هو علاقته قوية جدا بفن الرسم، بالفن التشكيلي، لكنه يعني الصورة الأكثر بساطة، هي مش الأكثر بساطة الحقيقة، فيها عمق طبعا، الكاريكاتير في عمق وفي نقد، لكن هي الصورة اللي بتتعامل مع مشاكل الحياة بتاعة الناس اليومية ومناغصاتهم وظالميهم وإلى آخر ما نعرفه جميعا عن وظيفة الكاريكاتير. الكاريكاتير يحتاج طبعا إلى الحرية، هو يزدهر في الحرية ويقمع في فترات حصار الحرية. إحنا مصر عرفت فن الكاريكاتير المعروف دلوقتي ده في الصحف والمجلات ابتداء من العام 1878 في المجلة اللي عملها يعقوب صنوع وسماها أبو نضار، ودي أول الميلاد يعني الأول، ربما قبلها كان في بعض الإرهاصات، لكن أبو نضارة علامة بارزة من على تاريخ تطور فن أو بداية وظهور فن الكاريكاتير في الصحافة المصرية. بعدها التبكيت والتنكيت طبعا، اللي هي هذه المطبوعة اللي كانت لسان حال الثورة العرابية، وهي تسخر من الحكام وقتها الظالمين، وتحاول أن تروج لمبادئ الثورة العرابية اللي قادها أحمد عرابي
وتحالفت عليه كل وتكالبت عليه كل الظروف وانتهت بالاستعمار البريطاني لمصر. تبكيت والتنكيت ظهرت سنة 1881، وكان كانت هي أداة زي ما قلت لحضراتكم، أداة الثورة العرابية، الأداة الشعبية ليها، السخرية والأزجال والأشعار وكمان بعض رسومات الكاريكاتير. لكن طبعا تبكيت والتنكيت راحت بعد دي، كانت عبد الله النديم خطيب الثورة العرابية العظيم المباشر بالثورة العرابية، المفكر المصري والكاتب المصري الموهوب والعظيم وخطيب الثورة العرابية عبد الله النديم، هو كان المحرر الأول للتبكيت والتنكيت. لكنها ما استمرتش زي ما احنا عارفين بعد هزيمة الثورة العرابية وبعد الاحتلال البريطاني لمصر، وحصل فترة انقطاع كده حتى في المطبوعات الحرة اللي ممكن تنشر الكاريكاتير، لغاية لما ظهرت مجلة الكشكول سنة 1921. مجلة الكشكول، وده بقى يعني حاجة هيبقى لها علاقة بضيف حلقة النهاردة، اشتغل فيها واحد خواجة، طبعا الخواجات دول هيبقى لهم بس هيتمصروا، يعني هيخشوا فن الكاريكاتير المصري وينعشوا، لكن هيتمصروا. واحنا هنقول نموذج قلناه يمكن في حلقة سابقة، لكن النهاردة هو معاد ان احنا نتكلم عليه. فالكشكول دي اشتغل فيها رسام اسباني كبير جدا ورسم كاريكاتير، هو سانتوس، ومعاه مين؟ رسام مصري كبير عظيم وفنان تشكيلي مصري كبير وعظيم، محمود مختار. محمود مختار كان بيعمل رسم كاريكاتير في مجلة الكشكول. بعدها خيال الظل 24، المجلة الفكاهة 28، 34 البعكوكة، دي مشهورة جدا، كل دي مطبوعات كانت بتستخدم ضمن سلة الأساليب الساخرة فن الكاريكاتير. 35 مخلب القط، ودي كانت ملحق بتطلعه روزا اليوسف، اللي هي بعد كده روزا اليوسف بقى وشقيقتها صباح الخير هتبقى الملك المتوج، الساحة الواسعة جدا لازدهار فن الكاريكاتير المصري في النص الثاني من أربعينات القرن الماضي، ثم الخمسينات والستينات كانت ولغاية السبعينات، والله يمكن لغاية دلوقتي كمان. روزا اليوسف، هذه المؤسسة بجناحيها مجلة روزا اليوسف ثم صباح الخير، يعني شهدت ميلاد جيل عظيم من الرسامين، رسامي الكاريكاتير الكبار جدا، يعني القايمة طويلة طويلة، لكن لازم نقول بعض علاماتها: رخا وزهدي وطغان وصاروخان. هو بقى ده صاروخان، ده اللي هو الأرمني، كلمنا عنه في حلقة الأرمن، اللي عمل شخصية المصري أفندي، بينما هو وكان يعني ريشته تنطق بما يغلي به المجتمع المصري، وهو يواجه الاستعمار ويواجه الفساد اللي كان في قمة الحكم حتى ثورة 23 يوليو 52، وهو اللي اخترع شخصية المصري أفندي، وزي ما قلت طغان وزهدي العدوي والليسي وحجازي، فنان العظيم كاريكاتير العظيم اللي ضمن الجيل الذهبي اللي صنع نهضة الكاريكاتير، فن الكاريكاتير في مصر، ورجائي وبهجة عثمان صاحب اللي يعني أسس إمبراطورية اسمها بهجتوس، لاحق فيها صور الدكتاتورية والاستبداد وحكم الطغاة، وعمل امبراطورية فعلا سماها بهجاتيا،
هو نسبة هو خدها من اسمه، وبهج باتوس هو رئيس بهجاتيا ده اللي سمى الامبراطورية بتاعته على اسمه، وناجي ورجائي وجمعة ودياب ورؤوف ومصطفى حسين وجورج البعبولي ضمن هذه الكوكبة الرائعة يظهر جورج البهجوري. جورج البهجوري طبعا نظلمه كتير جدا لو قلنا رغم عظمة فن الكاريكاتير انه مجرد رسام كاريكاتير. جورج البهجوري اللي احنا هنحتفي بيه، اللي هو هيبقى معانا النهاردة، احنا هنستضيفه ونستمتع بيه ونحتفي بيه ايضا. هو ال 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 يعني ضمن اقلية قليلة جدا من رموز العصر الذهبي للكاريكاتير وللفن عموما، لان جورج بهجوري من غير مبالغة، وده يعني مش بس كلامي لوحدي، ده كلام كل الكبار النقاد التشكيليين، هو بيكاسو الوطن العربي او بيكاسو مصر. جورج بهجوري هو اللي ضفنا هيضيء الشاشة الآن بعد الفاصل، وهنبدأ معاه الرحلة وهنترك له هو وهنتسكع معاه في أجمل المناطق اللي الزمنية اللي هو عاصرها واللي هو كان واحد من نجومها وما زال واحد من نجومها الكبار جداً. هناخد فاصل، نطلع فاصل ونرجع مع الأستاذ الكبير الرسام المبدع العظيم جورج بهجوري. بجد تحية لحضراتكم مرة تانية، وبرحب وأنا سعيد جدا وأظنكم تشاركونني هذه السعادة بوجود الأستاذ جورج معنا. أهلا بك أستاذ جورج، منورنا. لو الكاميرا جابت الأستاذ جورج كده من تحت شوية مش باينة دلوقتي، هتلاقوا إن على الكوفية اللي هو لابسها في بقع ألوان. الأستاذ جورج لا يكف عن الرسم في أي لحظة، طول الوقت غرقان في الألوان وفي لام الرسم، لا يكف لحظة واحدة عن الرسم. ودي بتعمل لي مشاكل مع مراتي. والله تقول لي وسخت القميص وسخت البدله. لا ما انت موسخ اول حاجات، واحنا بنبلغ عنك دلوقتي. استاذ جورج، عايزين نبدا كده، انا مش عارف نبدا معاك الرحله منين، لانها يعني طويلة. البستان بتاعك هائل ومتنوع جدا، لكن عندي رغبه خاصه، واظن مشاهدينا الكرام ممكن كتير منهم يشاركوني، الجيل الذهبي اللي انت كنت نجم من نجومه، تنتمي اليه ده، اللي هو بقى صلاح جاهين وزهدي وطغان وحجازي والليسي ورجاء بهجة عثمان، كل دول وناجي ورجاء، مش عايزين ننسى حد. انتوا كلكم اتجمعتوا في روزا اليوسف مش كده؟ ايوه. وبعد كده بقى بعضكم راح حتت تانية. ايوه اخبار اليوم. اخبار اليوم، والبعض راح الاهرام مثلا. استاذ الراحل الكبير صلاح جاهين راح الاهرام. الفتره دي اللي كنتوا قاعدين فيها هذه الورشه الهائله اللي عماله تطلع ابداعات جميله ورسومات لاذعه جدا
سواء في النقد السياسي او النقد الاجتماعي. الـ 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 المناخ ده خمسينات وستينات يمكن. ايوه آه مظبوط. جه لكم انتوا على أيوه. اللي كان خمسينات وستينات كان المناخ يسمح بالنقد ده والتريقه بذيع جدا. كان يقبل قوي كل النكت اللي كنا بنعملها ولم يحذف اي شيء. وكان حجازي وصلاح جاهين وانا ورجائي وبهجت يعني ابطال الحريه. انت كان مين قدامك في المكتب؟ ما كانش حد منهم بيقعد لوحده. قدامي صلاح جاهين دايما يبقوا محشورين مع بعض كده في قدامي صلاح جاهين. صلاح جاهين فانا ارسمه وهو يفكر ويرسم على طول. وبعدين حجازي طبعا. الحقيقه انه جمال كامل جنبي. وجمال كامل الله يرحمه. فدول ابطال السنوات دي. وانا كنت ولد صغير متخرج من لسه ما خلصتش فنون جميله. وعاوز اخش جوه الجو ده وخدت المكتب ده اللي هو تقريبا قاعده جميله في مبنى روزفلت في قلب المعركه. ورسمت رسم حلو فحس ان هم انتبهوا ليا قوي. وقالوا ايه الولد ده غريب قوي. بس يعني انت بدات تشتغل في روزا وانت لسه طالب في الكليه. كليه فنون جامعه القاهره. ايوه كليه فنون في القاهره يعني. أيوة جامعه أيوة القاهره. أيوة جامعه أيوة حلوان دلوقتي. اتخرجت سنه كام يا استاذ جورج؟ 55. 55؟ ايوه. ودخلت 50. وانا ما كنت متصور انت يعني هتزحى شويه كده يعني تكبر نفسك. لا ما لحقتش. طيب انت لما اشتغلت في ده سؤال مهم لان انا اشرت اليه في المقدمه. انا كنت الحقيقه اول مره اعرف انه مختار رسم كاريكاتير. ايوه ايوه في مجله الكشكول. وده ياخدنا لسؤال علاقه الفن التشكيلي بالكاريكاتير. يعني بعض الناس بعض رسامي الكاريكاتير وحتى بعضهم الكبار ما بيشتغلوش غير الكاريكاتير. ايوه ايوه. لكن اللي زيك بقى اللي هم بيشتغلوا بيعملوا. لا انا بندرس في الفنون الجميله الموديل. موديل عاري وموديل مظبوط. بحيث نرسمه مظبوط جدا. فكان ده موجود عندي. يعني انا اللي عايز اقوله لازم يكون رسام الكاريكاتير اصلا رسام تشكيلي. طبعا خيالي. طبعا. يعني ده صحيح. ده صحيح. طيب انت عندك اصلك مراحل كتير جدا في حياتك منهم من المرحله الفرنسيه ودي هنجي لها هنعدي عليها شويه. لما سبت مصر و رحت في الغربه قعدت في فرنسا. اللي في طول المراحل دي كان بيحصل حاجه غريبه قوي انك في عندك شخصيات ثابته كده بترسمها. على راسهم ام كلثوم. انا صوب ام كلثوم دي بعدين. لكن في الاول حصل لي ايه؟ في الاول انا جيت في الاجازه الصيفيه سنه اولى. سنه اولى فنون جميله. فنون جميله. وحتى اتذكر دفعتي. طلبه. شكلهم يضحك. عاوز اتريق عليهم. معرفش ليه. فرسمتهم كاريكاتير بطريقه فظيعه. وخدت رسومات المجله اول ما ابتدت. خلصت الاجازه. والولاد هم عملوا ايه؟ علقوا لي صوري في الحيطه. صورك انت؟ صور. ولا الصور اللي انت راسمها؟ راسمها للولاد. الصور اللي انت راسمها لهم علقوها على الحيطه. علقوها على وانتظروا زياره بيكار. استاذ حسين بيكار. قالوا ده لازم هيعاقبه ولازم مش هيرضى ان هو يعمل الحكايه دي. دخل بيكار اندهش جدا واهتم قوي قوي بالحكايه دي. قال ده فلان ده عبد الوهاب الرسام الكبير حسين بيكار. وده عبد الوهاب جريدلي. وده عزيز مش عارف مين. دول زمايلك. زمايلي. وده كلية. جميل وده ده حسني. وده سيد وده عارف. وحاجات زي دي. وانبسط قوي وقال ايه ده فين الولد ده اللي عمل الحاجات دي. ده بيكار. فانا قاعد كشش. خايف منه. فطلعوني قالوا لي هو ده. فطلعت قال لي ايه ده بلغوا عنك يعني راح بايسني. العكس تماما.
حبايسني وقال لي ايه ده بتعمل لي كده ليه؟ وريني بقى انت هتعمل ايه؟ قلت له دي صورتك انت كمان حسين بيكار كمان رسمته كاريكاتير بقى وكان مصطفى استاذ وكم واحد كده من اساتذه قال لي إيه رائع جدا ده انت واد مدهش طب انت ايه طب ايه الحكايه دي وحاجات زي كده سالني اسئله كتير إيه انت بتعمل كده ليه فاكتشف الحكايه دي بيكار اول واحد اكتشف انا هاخدك اوديك للصاروخان واقول له عنك ايه وايه وايه صاروخان وقتها كان في اخبار اليوم بس فخدني حسين بيكار في عربيته اول مره اركب عربيته مفتوحة واروح للصاروخان اول مره تركب العربيه اول مره العربيه مفتوحه في غير سقف ايه ده صاروخان قال له ده ولد ده غير عادي عنده عين بتكشف اشياء احنا ما نشوفهاش فخلي بالك منه ده ولد عبقري بس فمسألة ما مسكت وبدأت تشتغل في اخبار اليوم ولا رحت رايح روزة لا ما قال لي ما ترسمش دلوقتي اشتغل الاول اقعد اشتغل ابني ادواتك وبعدين امكنش طبعا رسمت في المجال الثاني برضو ما عرفتش ديس انت انا رحت للاستاذ بهجوري في المرسم بتاعه هو في قلب القاهره حته كده جزء شعبي كده في قلب القاهره في شارع معروف المرسم بتاعه وانت طالع سلم على المرسم بتاعه وسلم قديم جدا وتعبان جدا تلاقي صور ليه صور فوتوغرافي منها صوره هو محتفي بيها جدا ومعلقها قاعد بالجلابيه تحت محطه القطر تحت اليافطه بتاعت محطه القطر بتاعه بلده بهجوره وبيمص قصب لابس الجلابيه وقاعد هو هي صوره رغم انها صوره فوتوغرافيا لكن كاريكاتوريه ايه حكايه الصوره دي؟ الصوره دي كان معايا مصور اسمه قاعد على الارض مش قاعد يعني على كرسي ولا قاعد على الارض على الرصيف كده ماسك اسمه بريز فقلت له اسمع هديك بريزه لو تصورها لي كويس ايوه فتصور لي وهو بقى صور لي الصور دي في الرحله دي بس فنجحت جدا اللي هي الصوره دي هي نجحت عندك احنا ما حدش شافها اللي لازم يروح لك المرسم يشوفها هيشوفها الصوره دي وهي صوره كاريكاتوريه يعني هو راسم نفسه وعلى فكره الاستاذ جورج انت دايما بترسم نفسك ايوه ترسم نفسك شوف انطباع الاشياء عليا فلازم وشي يتغير يبقى عليه ملامح جديده فارسم الملامح الجديده وكل ما تروح حته تقعد ترسم طبعا تروح المولد السيده زينب مولد الحسين تقعد ترسم بقى في الموالد ودي عملت لك مشاكل احيانا الحكايه دي والله ابدا انا كنت بنجح في الرسم كتير فكان بيخليني اوصل لنتيجه كويسه بس انت في الالبوم بتاعك اللي انت طالع بتحكي فيه حكاياتك وانك لما كنت بترسم بيبان ساعات انت اللي كاتب بيبان ساعات ان هو مثلا الناس تيجي تقول لك انت بتعمل ايه يا عم انت وبتاع بيحصل ده طبعا طيب هو انا فاضل لي على الفاصل دي فاصل كده احنا استاذنك فيه ونرجع نطلع ونرجع تاني في الدقيقه دي عايزك تقول لي اكتر الوجوه اللي انت بتحس انك لازم ترسمها هي طبعا انا بختار وجوه في السوق وجوه تضحك وجوه متألمة حزينة لكن شكلها مضحك بالنسبة لي مناخيره كبيرة عينيه مش عارف عاملة ايه يعني كنت ارسم الحاجات دي كتير قوي يعني حسك شعبي بالناس اللي انت طالع من بينهم اللي انت كنت قاعد بتمص قصب زيهم كده في بهجورة على تحت يافطة بهجورة على محطة القطر انت عندك ميل لانهم هم حاسس ان هم انت حتى لما مزبوط. ترسم نفسك ترسمهم بتحس ان انت بترسم واحد منهم مظبوط الكلام ده بيمشي قوي في الكاريكاتير لانه الناس هتحس بيه على طول
في الـ في الـ في التشكيل بقى، في اللوحات اللي بتعملها، اللوحات الرائعه العظيمه اللي انت بتعملها، الحس المصري ده انت ممكن تقول لي روح اسال لي واحد ناقد انت هتسال لي؟ لا موجود على طول. موجود على طول. ده موجود على طول. موجود على طول. بحس ان انا انتبهت ليه قوي. وخليت الكاريكاتير ده جزء والفن التشكيلي ده جزء تاني. انت دلوقتي ما بترسمش كاريكاتير؟ دلوقتي بطلت كاريكاتير. بطلت كاريكاتير لان انا كنت ولد صغير. لما كبرت اكتشفت انه ده هزار، ما مش بتاع الناس الكبار والله. فبديت مع انك شكلك لسه صغيرين جدا، من الصغيرين جدا. طب احنا هنطلع فاصل يا استاذ طيب جورج. طيب. ونرجع نكمل معاك الرحله الممتعه دي. نطلع فاصل. بجد بجد تحيه لحضراتكم مره تانية، ونكمل الرحله في البستان الرائع مع الاستاذ جورج بهجوري. الاستاذ جورج، هرجع تاني للوجوه الاكثر رسما على الاقل ملاحظتي انا الشخصيه، واظن انت تشاركني، ام كلثوم اساسا. ايوه. رسمت لها كام لوحه؟ كتير، حوالي 400. 400 لوحه؟ واتباعوا. واتباعوا كلهم؟ كلهم. بقى في معركه يشتروه ازاي؟ او يقتنوها ازاي؟ ما فيش حاجه ممكن نوزع هدايا وبتاع ناخد احنا منها حاجه؟ طبعا. انا عارف ان في قصه طريفه كده لاول مره رسمت ام كلثوم على نزل على الصوره نزلت على غلاف صباح الخير. ايوه. وهي زعلت. ليه زعلت؟ وبعدين بقت الحكايه اتقلبت. اتوقع ان هي تبقى نجمه والصوره الفوتوغرافي بتبين حاجات جديده في ملامحها وفي عقدها وفي لقيتني مش هلفط كل ده. انت مش هلفط. فزعلت مني وقالت ايه الولد ده اللي بيرسم في صباح الخير ده؟ فمسكت التليفون ودورت على النمره وكلمت عبد الوهاب. مين؟ كلمت عبد الوهاب الاول. محمد عبد الوهاب الموسيقار الكبير. فانا لقيت محمد عبد الوهاب بيطلبني في صباح الخير. بيقول لي الست زعلانه منك. فانا ده كان سنه كام ده يا استاذ جورج؟ ده سنه 56 ولا حاجه. 52. 56. 53. لا هي 56 يعني. في الخمسينات الجزء النص بس. هو انا ايه؟ بقلب في الرسم الصحف. لقيت ان المجموعه الصحفيه دي الشباب الضباط اللي مسكوا البلد. دول شكلهم جميل قوي. ظريف. بتوع ثوره 23 يوليو. 23 يوليو. فانا قلت ايه؟ رحت جايب مقص واقص الشخصيه اللي تعجبني. طلعت جمال عبد الناصر. لشاب جديد لسه. ما كنتش لسه عارف انه رئيس. مش عارف انه هيبقى لامع جدا. وان انا ارسمه تاني. ده كان في بدايه الثوره. في بدايتها. وصلاح سالم. ومش عارف مين. ورسمت كذا حاجه عن جمال عبد الناصر وصلاح سالم. طب قول لي بقى، لا المكالمه بتاعت الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب معاك، قال لك الست زعلان. زعلان، لازم تعتذر لها. وتغير رسمك. اغير رسم ازاي؟ استاذ عبد الوهاب ما اقدرش اعمل اغير كلام انا قلته. ما اقدرش. ورسم انت رسمته ونزل فعلا. خلاص نزل فعلا. بس فطبعا هو فوت المساله. وخلى رئيس، انا خليت رئيس التحرير كلمه كمان. كان مين وقتها رئيس التحرير؟ كان باء الدين. احمد باء الدين. على صباح الخير. قال له لا لا ده كذا كبير احمد باء الدين او احسان عبد القدوس. نفسه. يعني مساله خفت شويه بالمكالمه. لكن فضلت المساله يعني فيها شك. لغايه الولد ده بيتريق علينا وده لازم نضربه نرفده. فقال الولد ده ما بيقعدش في المجال. فقالوا لي حسان بعت لي. استاذ حسان عبد القدوس. ندعها لي من الاوضه. وجابته لي السكرتيره نرمين. ومديحه. وقالوا له، قالوا لاحسان الولد ده قليل الادب. ده بيرسم الرئيس الجديد ده بطريقه وحشه. عبد الناصر. عبد الناصر. بس
انا اقول ايه يعني، ما فيش حد عندي صغير ولا كبير. انا يهمنيش يعني، في داخلي في كبرياء، كبرياء الرسام انه ما يهموش حاجه. وصعيدي بقى وبهجوره، وبهجوره وصعيدي يعني بتزن خلاص. طب انا بس عرفت ان ام كلثوم بعد كده خليتك، كانت عايزاك انت ترسم لها غلاف الالبوم بتاعها او اسطوانه من اسطواناتها وكده فعلا بعد الحكايه. أيوة دي يعني، أيوة يعني الزعله دي تحولت بعد كده لاعجاب وطلبت منك انك ترسم لها البوم بتاع اسطوانه. كنت تقابلني تقول يا واد انت مش هتبطل الشقاره بتاعتك دي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ فاكره ان انا بهزر يعني بطريقه سخيفه. بس لحد ما اقتنعت بيا، لغايه لما اقتنعت بيك وطلبتها. طب انت عملت لها الرسمه بتاعت الالبوم؟ طبعا عملتها رسومات كتيرة. بس هي برضو ما خدتش حاجه منها. بتوع المطبعه طلبوا منها انها فوتوغرافي. فوتوغرافيا مش الرسم. مش الرسم. لانها الحكايه دي معناها برضو انها كانت تفكيرها سابق يعني. ما تحطش صورتها الفوتوغرافيه على الالبوم، لا تحط رسمه لواحد كمان فنان شاب. في شويه جنان كده. خصوصا انا رسمت نفسي نايم في حلقه من حلقات حفلاتها. ليه؟ لانها بتكرر الجمله كذا مره. فانت قلت انها يعني لما تصحى. كنت جاي من مجله تعبان جدا، رسمت كتير ورحت الحفله دي ونمت. نمت في المسرح؟ في الكرسي. في الكرسي اللي انت قاعد عليه على في المسرح اللي بتغني فيه ام كلثوم. اللي بتغني فيه ام كلثوم. فقالت لي انت رسمت ايه صورتك؟ طلعت في المجله. رسمت نفسك نايم. نايم. بس فاعتذرت لها يعني، قلت لها كنت تعبان. بس انا قلت الحقيقه. انت فضلت بقى ترسمها طول الوقت، ترسم لغايه الايام دي. لغايه الايام على طول ترسم ام كلثوم لحد ما حفظتها. يعني انا عندي والناس تشتريها. والناس تشتريها. وافتكروني. عملت لك ثروه بقى ام كلثوم؟ ابدا. ابدا والله. صرفت فلوس. ليه صرفتها كلها يا استاذ جورج. طيب الصوره الثانيه اللي بنغير برضو دلوقتي بترسمها جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر عظيم. ودايما عملاق. وانا الناصري لغايه دلوقتي. وانا حزين ان هو مش موجود. لانه هو كان ممكن يغير مصر. كان ممكن يبقى بطل تاني مره تانيه. بس مصر بتنجب يعني، تنجب زي السيسي وكده يعني. طبعا. ولكن اعزازي بيه كان كتير قوي. كبير قوي. واعتقد ان هو يعني كان لازم يبقى يفضل زي ما هو عملاق. بس كده. طيب نروح بقى على فرنسا. ايوه. انت مشيت من مصر ليه؟ هو في ناس كتيره وقتها مشيت، وقت انت ما مشيت مشوا. قعدت كتير ارسم في الصحافه. فزهقت. وبعدين الحكايه باظت شويه كده في الفتره اللي انت سافرت. فانا قلت ايه، طب ما انت مشيت في اخر السبعينات يعني. ايوه مظبوط. اولها. اول السبعينات. اول السبعينات. فاسافر واتعلم الفنون الاخرى. اللي هي الرسم التشكيلي. والرسم المظبوط. علشان ابقى فنان عالمي. يعني وانت فنان كبير قوي كده كنت برضو عايز تتعلم؟ عاوز اتعلم طبعا. يعني ان فنون جميله في القاهره. لم تكفي. لاشباع رغبات شغفك بالرسم، التعمق في امتلاك ادواتك. أيوة كفنان. أيوة تشكيلي. موهوب. طول الوقت عمال ترسم وطول الوقت عايز تتعلم. طيب لذلك سافرت باريس. وتعلمت فعلا، لانه في كان معايا زملاء من بلاد تانية. بهروني جدا. برسمهم وانبهروا بيا انا. وقالوا لي شد حيلك انت كويس جدا. رحت مجله جين افريك. جين افريك. افريقيا الشابه. ورسمت فيها صفحه كامله. دي مجله فرنسويه شهيره جدا. معنيه بقضايا افريقيا. فهم انبسطوا مني قوي قوي. وقعدت فتره طويله صفحه، عن ليها صفحه كامله. لاسمين في بارباجوري يعني في المجله صفحه. الاسبوع كما يرى الرسام باجوري. ونجحت جدا الصفحه. بس الراجل في مجله جان افريك. جان افريك. بس الراجل رئيس تحرير قال الواد ده ما يرسمش كتير احسن، اتغاظ مني.
ايه ده والله؟ اه والله. ليه؟ لا بدل ما ينبسط اتغاظ مني ووقفني وقال لك ده ايه كان بنزع عنصرية شوية. لا مش عنصرية، لا يعني غيرة. غيرة بس، مجرد غيرة. ليه هو كان بيرسم؟ لا امال بيغير من رئيس تحرير. يعني ده يعني رؤساء التحرير يغيروا او الفاشلين الحقيقه يعني. لكن انت رسمت في رسمت في حته تانية في فرنسا غير لوحاتك اللي كنت بتعملها في المرسم بتاعك. طبعا اهتميت باللوحه وسبت الكاريكاتير خالص وانتشرت لوحاتي بحيث ان هي تبهر المتفرج اكتر. وشاركت في معارض كتير في فرنسا. معارض كتير. وبديت ابقى نجم لامع في الرسم. الرسم الجد. الفترة اللي مش عارف هي لسه مستمرة ولا لا بتاع خط واحد. وبعدين استاذ جورج يعني يرسم اللوحة كلها من غير ما يرفع القلم. ماشي سماها. هات لي ورقة وقلم خط الواحد. قوي. انا مستعد. اتفضل. مع القلم معاك دايما طبعا. احنا معانا قلم تعبان يعني مش عارف اذا كان ينفعك ولا لا. ايه لقيت ولا في البلطو؟ لقيته. لو ما لقيتوش خد ده ينفع برضو. والله ينفع. زي ما اي قلم. احنا طبعا كنا نتمنى القلم التخين بتاعك في المصدر التخين يعني مثلا هعمل كده. يا شباب هاتوا لنا اللوحه اللي بيرسمها الاستاذ جورج. مين ده؟ لا يكون ده عبد الناصر برضو. ما فيش فايده مثلا. الله مثلا يعني واخد بالك ازاي؟ لا مثلا احنا هنبيعها دي بعشرات الالاف. هاخدها انا وابيعها. طيب هي دي الصوره اللي في بالتالي اقل من دقيقه رسمها الاستاذ جورج حالا لجمال عبد الناصر اللي جه على ذهنه. طيب انت في كان في معاك في فرنسا فنانين كبار جدا منهم مثلا بلانتي. جان بلانتي. جان بلانتي جاء الرسام الكاريكاتير الشهير بتاع هو نادالي. في يوم من الايام نادالي كلمني في التليفون. احنا عايزين بس نقول للمشاهدين كمان ان هو ده واحد غير اهميته الفنيه الكبيره جدا. هو من اكتر الرسامين في اوروبا كلهم تعاطفا مع القضايا العربيه ومع القضيه الفلسطينيه بالذات. مظبوط. فقول لي بقى علاقتك. فكلمني في التليفون قال لي انت ايه ده بتعمل ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده انت رائع جدا. تعالى لي بكره. انا مستنيك في مكتبي في المونت. في المونت. فرحت له في المونت فخدني كاني اخوه الصغير. وكان فرحان بيا قوي. وخلاني ارسم حاجات جديده وكده يعني. طب خلاك ترسم في المونت؟ ما كانش ممكن ارسم في المونت لان هو رسام واحد بس. رسام واحد بس اللي عندهم اللي هو بلانتون. وبعدين نصر لي طبعا صوره او اتنين بعد كده. لكن اعجابه بيا خلاني يعني ازود. اداك دفعه معنويه كبيره. دفعه معنويه عظيمه. ولسه علاقتك بيه علاقتي بيه حلوه قوي. حلوه جدا حتى الان. حتى الان. وانت في فرنسا طبعا عمال ترسمنا برضو ترسم ام كلثوم وعبد الناصر. ترسم أيوة. مصر عن بعد وانت في الغربة. لكن نقدر نقول انه جورج بهجوري في مرحلته الفرنسية اللي انت شرحت ليه انت قلت انا عايز اتعلم وكانت المناخ هنا. ودخلت فنون جميلة لباريس. والله فعلا. مرة تانية.
دخلت فنون جميلة في باريس. في باريس. فالأستاذ حتى قال لي سألني، قلت له دي معلش دي تاني مرة. قال لي لا ما ينفعش تاني مرة دي. يعني إيه أنت خدت فنون جميلة في القاهرة؟ حاجة زي دي يعني. فمشيت. قال لي امشي من هنا. ياه. أنت مش محتاج لمدرس. ياه. ولا أي حاجة، أنت تعالى تساعدني. شغل معيد. ياه. حاجات زي دي يعني. بس ما اشتغلت؟ لا ما ينفعش طبعا. ما ينفعش. انت اولا تعلمنا احنا يعني. وبعدين جاءت الظروف اني ارسم غلاف لروز اليوسف. ليه قصة صغيرة. وانت في فرنسا؟ وانا في لما رجعت بقى. لما رجعت. لقيت ايه. انت رجعت سنة كام؟ يعني قعدت كده الاول 10 سنين. بعدين 10. فنده لي احسان عبد القدوس. وقال لي اجيب لك صلاح سالم على التليفون. ده زمان. زمان. قلت له ليه بس عملت ايه؟ قال لي هو زعلان. ده كان سنه 53 54 لان بسمع كلامه لازم انفذه. كلامه بيقول لي الولد ده مشاغب. ولازم يخرج. فانا ما رضيتش اقرب من التليفون خالص. كنت رسمت ايه بقى؟ غلاف في المجله. ان احسان الراجل جمال عبد الناصر بيمسح الابوه او بتاعه البرلمان. ايه البهو يعني. لا القبه. 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 القبه بتاعته بيلمع فيها قوي. ومين شايل له الجردل والميه والفوطه؟ صلاح سالم ولا صغير. فقال وهو كان في منافسه بينهم ولا ايه؟ مش عارف. لا ما كانش في منافسه ولا حاجه. امال ايه؟ يعني نزلته تحت قوي بالنسبه له يعني. يظهر كده فزعل قوي. ازاي يبقى هو؟ خليته صبي يعني. يبقى هو يعني صلاح سالم ده يبقى الصبي. وان جمال عبد الناصر ده حاجه كبيره قوي. هو اللي بيلمع قبه. فهو كلم احسان وقال له انا زعلان ومش عارف ايه كذا وكذا كذا. شوف لك طريقه مع الواد الرسام اللي عندك. ده نزلت غلاف؟ نزلت غلاف. دي نزلت غلاف. روزا اليوسف. روزا اليوسف. بس قلت له يعني بهزر معاه يعني. هو ما بيبانش الا ولد صغير. ما يقدرش نرسمه. ما اعرفش ارسمه كبير. وعدت بقى المشكله. وعدت المشكله. بس الغلاف نجح جدا. غلاف بقى من اروع اغلفه روزا اليوسف. استاذ جورج انا مش قادر اصدق دلوقتي خلص. بس هو الوقت خلص للاسف وقفل على ايدينا. وانا شخصيا واظنكم مشاهدين بيشاركوني الاحساس نفسه حاسين باننا عايزين نشكرك جدا ونحضنك ونبوسك ونقول لك متشكرين جدا جدا على هذه الحلقه الرائعه. وعايز اذكركم قبل ما اودعكم بموقعنا على فيسبوك الوقائع. تستطيعون ان تتابعون اي حلقه من حلقات هذا البرنامج على الهواء مباشره او استدعائها في اي وقت. التقيكم على خير. مساء الخير.